انا عايزه اقوم على ايه يا شنطة الابله تظبطيها. ابله تظبط ايه؟ انا اسف. وعلى نفسكم عشان ما توصلوش للي انا فيه ده. هطلع ربيهم لك بس انت ركزي. ايه وقت تتعبي بقى؟ حبل الوصال. حبل الوصال ايه يا زوزو؟ اسمه حبل الافكار. قول للناس والنبي حبوا نفسكم، حبوا نفسكم وحبوا ولادكم، حبوا بيتكم وحبوا مصر. كانت ملكة القطن المصري، ما هياش ملكة جمال، هي ملكة ثقافة ومعلومات عامة. وكانت بتسافر بتشترك مع ملكات القطن في العالم، ولأن القطن المصري كان هو القمة، فكان يشترك أيامها بفتاة مصرية تمثل القطن المصري. اهلا مدام سوبي. اهلا، تشرفنا فندم. زينهو كومبارسي سابقا ورئيس جمهوريه حاليا. منى صباح الخير. يا صباح النور يا منى. ماما يا منى. اهلا منى، فانيا دايما تكلمني عليك. ما ألذ الارانب بالملوخي، مسلوقه ولا مقليه؟ مقليه، انا بحبهم مسلوقين. على فكره يا فندم انت مقصر شويه، اصل كنت صغير يا حبيبي، كنت اكتر من كده بكتير. ما انا كل ما بكبر كل ما بقصر. ربنا يديك الصحه ويكرمك، وهتفضلي طول عمرك شيك جدا. مش انا النهارده معاكم لوحدي، وأرجوكم تقبلوني من غير عمرو. الحقيقة عمرو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، بيتابع هناك قضايا كتيرة جدا. لما أبوك سابني ومشي ما قالش ولا حركة، ما حسش أبدا إن سايب ورا ظهره حتة منه، كان إحساسه مات. أرجوكم بأي عرض تحسوا بيه من فضلكم، من فضلكم راعوا نفسكم. أنا حاسة إنهم فعلا ولادي، بحبهم، بس روحهم الشابة عندي قدها زيهم.